تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أقام نادي راشد الفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم مهرجان سباق الخيل الذي أقيم على كؤوس سمو ولي العهد حفظه الله على مضمار النادي بمنطقة الرفة بالصخير، بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل. وأكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة أن رياضة الفروسية تلقى كل الدعم والاهتمام من فارس البحرين الأول حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ما أسهم في تبوء مملكة البحرين مكانة عالمية في مجال رياضات الخيل، كما حقق فيها الشباب البحريني إنجازات مشرفة على كافة الأصعدة، منوها بأن ما تلقاه هذه الرياضة من تشجيع ودعم مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يأتي دليلا على أن هذه الرياضة العربية الأصيلة جزء أصيل من الهوية البحرينية التي حافظ عليها الآباء والأجداد على مر الزمن. وأشاد سموه بالمشاركة الكبيرة من ملاك الخيل والفرسان من مملكة البحرين وخارجها في مختلف أشواط سباق كأس سمو ولي العهد لسباق الخيل والحضور المتميز الذي شهده السباق، مثمنا الدور الذي يقوم به نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في تنظيم السباقات المحلية والعالمية والاهتمام الذي يوليه للفرسان والإسطبلات بما يعكس ما تحتلها هذه الرياضة من مكانة متميزة، مقدما سموه التهاني والتبريكات للفائزين بالكؤوس متمنيا لهم دوام التوفيق والتميز في السباقات المختلفة. وأعرب سموه عن حرصه على مواصلة تطوير رياضة سباق الخيل في مملكة البحرين وفق أعلى ما وصلت إليه هذه الرياضة من معايير عبر وضع أسس وبرامج منهجية تحقق تطلعات جميع الإسطبلات والفرسان بالمملكة، منوها بما تحظى به رياضة سباق الخيل من اهتمام وإقبال من شباب البحرين الذي يشكل دافعا لمواصلة توفير الفرص أمامهم بما يمكنهم من الوصول للاحترافية في ركوب الخيل والمنافسة في سباقات الخيل محليا وإقليميا ودوليا. وقام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب راعي الحفل بتتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قدم سموه كأسي سمو ولي العهد لجياد النتاج المحلي وللجياد المستوردة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، كما قدم سموه كأس سمو ولي العهد للجياد العربية إلى المضمر الفائز عبد الله كويتي، فيما قدم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة كأس الهيئة العليا للنادي إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، ثم قدم سموه كأس داربي البحرين إلى المضمر الفائز فوزي ناس، فيما تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة كأس المعتمدين من سعادة الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة المدير التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد فوز اسطبل العاديات باي لاين بالمركز الأول في الشوط الخامس.